أمام جسر الدلال الأثري في إدارة زاخو المستقلة يقع متحف زاخو التاريخي الذي شيد بطريقة فريدة معمارية. عدسة زاكروس تجولت داخل هذا المتحف لتظهر مئات المقتنيات التاريخية والتراثية بعد افتتاحه من قبل حكومة إقليم كردستان نحو الحفاظ على التراث وتاريخ المنطقة. وأما القطع التراثي يعني حوالي 90% من مدينة زاخو. القطع الأثرية يضم من أقدم قطعة هي حجر الأوبسيدين عمره حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد، وأيضا يضم أسلحة، قسم الأسلحة موجودة، أسلحة البرنو القديمة كانت تستعمل في ثورة يعني استخدمت في ثورات الكردية، وأيضا قطعة مهمة عندنا يعني عود سجاير أو للبرزاني الخالد موجودة في متحف مدينة زاخو. داخل المتحف لأنه موجود قسم تاريخي والتراثي والفولكلوري، والسواح يعني يريدون يشوفون تاريخ زاخو، والمتحف عادة يعني تحكي عن تاريخ زاخو وثقافتها. يفتح المتحف كل أيام الأسبوع، مفتوح لتاسع صباحا لاثناش بالليل. زوار من محافظات مختلفة يتنقلون بين قاعات هذا المتحف لمشاهدة أهم القطع والمقتنيات التي لا تتوفر في مكان آخر وللاطلاع على حضارة الكرد في المنطقة. راستي زيش زور خشيرة من لا يهولرها تميرة. في الحقيقة أنه مكان جميل، وقد أتيت من أربيل العاصمة ورأيت أن زاخو مدينة جميلة ومنفتحة كثيرا، كما اصطحبت عائلتي معي أيضا إلى هذا المتحف الذي أعتبره من التطورات والمشاريع السياحية المهمة، فهو يحكي تاريخ المدينة. أهمية ومكان هذه المتحف مهمة جدا، خصوصا للزائرين للتعرف على موروث الثقافة والفلكلور الخاص بالشعب الكردي، وهي أيضا رسالة تربوية وتعليمية كلها تشمل معلومات تاريخية وحضارية، إضافة أن هذه المتحف يحتوي على مئات القطع النادرة والتاريخية. رغم حداثة هذا المتحف إلا أنه أصبح من أبرز اهتمامات الزائرين والسائحين القادمين من مختلف البلاد ساعين لمعرفة المزيد عن حضارة وتاريخ إقليم كردستان. لقناة زاكو.